ذكرتم حفظكم الله أن الصحابة هاجروا هجرتين، الأولى إلى الحبشة، ما هو كلهم، ما هو كل الصحابة هاجروا الهجرتين، ما هاجر الهجرتين إلا طائفة منهم، منهم عثمان بن عفان رضي الله عنه هاجر الهجرتين، الهجرة للحبشة والهجرة إلى المدينة. نعم. أحسن الله إليكم. يقول: فهل أرض الحبشة كانت أرض إسلام؟ لا، في الأول ما هي أرض إسلام، لكن كان النجاشي عادل لا يظلم أحد عنده، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يظلم أحد عنده، فهم هاجروا إليه مع أنه نصراني، ثم من الله عليه بالإسلام وأسلم. نعم.